السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا بنتكلم معاكم كفريق الوفادة او بالاصح قناة الوفادة، احنا كذا حابين نسمي نفسنا احنا قناة الوفادة، عشان اليوم حيكون الوضع مختلف شوية بالنسبة للبرنامج تبعنا. اول شيء انا ابغى اعرفكم بنفسي، معاكم اخوكم بندر باجبع. انا مخرج جديد لقناة الوفادة غير المخرج الاستاذ عبد الله، معروف الاستاذ عبد الله، خلاص طردناه وجيت انا المخرج للقناة هنا، فالامور طيبة ان شاء الله، يعني حتى المصورين هنا خلاص امورهم تمام معايا، اوكي احنا تمام شغالين كويس. ها يقول لك الراتب؟ لا انا ما حدفع رواتب لحد، انا عندي استغلال. ايوه عندي استغلال. ايوه انت معايا صح؟ ايوه انت مصور شغال معايا. ايوه مزبوط صح ولا انا غلطان؟ استاذ عبد الله مع السلامه، خلاص انسى. ايوه ركز معايا. طيب بما انه انا عندي قناه جديده وحنبنيها على كيفنا، فانا كمان عندي فريق عمل عشان نشتغل في هذه القناه. نرحب بهم. اول واحد مدير الانتاج عندي ياسر سنان. تمام حلو. عندي مهندس الصوت ناصر الكنهل. فني الإضاءة معاً مرغوب. مشتريات وكذا وحاجات مالها داعي على الغامدي. طبعاً هذا فريقنا لإدارة القناة زي ما أنا حددت لكم هو. ودحين عندنا اجتماع، لو سمحتوا الاجتماع هذا مغلق، يعني ما أبغى أحد يستمع الاجتماع هذا لأنه عندنا قناة. الله يرضى عليك مرعب، ممكن تقفل إذنك، ما حنحتاجك إلا. طيب يا شباب، بما انه انا مخرج القناة هذه، ونعم اللي هي قناة الوفادة، شاطرين كمان مرة عشان اللي ما سمع يسمع الوفادة. يا سلام يا سلام، 10 درجات ان شاء الله الوفادة وزيادة في الراتب. الله 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 يخليك. طيب عندنا قناة الوفادة ونحن في شهر رمضان المبارك، يعني نحن ايش لازم نسوي؟ لازم يكون عندنا برامج مناسبة للشهر. صح 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 صح. طيب صح. أنا بني آدم مش ديكتاتوري، أنا بني آدم أتقبل الآراء، أدوني اقتراحاتكم إيش شايفين ممكن نسوي. شوف يا مخرج بندر، شوف نقدر أيوه. نمل الهوى أشياء كثيرة. أيوه أشياء كثيرة زي إيش؟ ممكن نسوي دراما. يا سلام، ممكن نسوي دراما، والله فكرة مناسبة. فكرة يعني نسوي دراما رمضان، نسوي دراما، ليه ما نسوي دراما؟ ايش في كمان افكار تانية ممكن نسويها؟ ايش في ممكن نسوي برامج حواريه وترفيهيه. حواريه ترفيهيه في شهر رمضان، جميل حلو حلو جميل حلو جميل حلو ممتاز حلو جدا ممتاز. ايش كمان ممكن نسوي كمان حاجه ثانيه؟ لا 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 لا. فيديو كليب، ممكن نسوي فيديو كليب. نعم فيديو كليب. ها تاتا قدم 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 قدم. ايه فيديو كليب في رمضان؟ في رمضان ما تستحي على دمك انت. شوي بس فيديو كليب. اناشيد. ايوه اناشيد. والله ممكن فيديو كليب اناشيد. خلاص تفضل. معليش معليش قسينا عليك شوي. لا لا ما في مشكله. لا اسفين. والله فيديو كليب برضه ممكن. ايش كمان ممكن ايش في افكار كمان؟ يعني دراما، برامج يعني دينيه، برامج دينيه. برامج ايش؟ دينيه. والله صح، احنا كأننا نسينا موضوع البرامج الدينية هذه. ايوه حلو، لازم في رمضان يكون في برامج دينية. معليش هذا مو تخصصنا. في قناة اسمها الرفادة، هذا تخصصهم، عندهم 2 مشايخ ومأذون. قصدي اسامة فقيه. اسامة فقيه صح نسينا. هذا تخصصهم، يعني برامج دينية عندهم الشيخ ماجد وعندهم كمان الشيخ عبد الله، يعني دول كويسين يعني، فأمورنا طيبة أمورنا طيبة. طيب برامج دينية. المصور يقول لي هنا ترى في مسرح وفي كاميرا، أنا عشان كذا عشان يكون في الاثنين. يا مخرج في دخلاء، في دخلاء، في دخلاء. مين الدخلاء؟ يمكن في عندنا شوية ثلاثة. لا لا يا جماعة ركزوا معايا هنا في القناة، ركزوا معايا هنا في القناة لو سمحتوا. كمل. لا تزعل لا تزعل. لحظة، احنا ترى لازم نطلع الهواء. هواء لازم نطلع الهواء دحين. ايش البرامج اللي انت فيها؟ ايش اللي ممكن نبدا فيه دحين؟ برامج ايوه. فايز يقول لي البرامج بسرعه. فايز يكلمني دحين. ايوه على الاعداد، الجمهور اللي ما يعرف فايز هذا في الاعداد. ايوه الان هواء كم؟
10 ثواني على الهواء. حنبدأ بالفيديو كليب، بالفيديو كليب سريع. ايوه بالفيديو كليب. يلا يلا تعال.